حمزة وضعيت سنة على الكجيل، كنا في آخر مرة سباقين في خرقان الفرص، سباقين باش ناخذ الأسباقية، مالوريزمون ما كناش بشيء هذا على كرة فاتت قبل هدف. معاونا رجعنا في الماتش افيك بوكو دوكازيون بيوت، افيك ان بيوت اللي على مستوى رجعنا على مستوى النتيجة رابعة. مي سانسارمون اليوم في الوضعية هذه حتى فريق نجم يربح، الولاد عطاو الماكسيموم، لكن فما العديد من الوضعيات اللي كانت ضدنا طول الوقت، خلى اللي كانوا لافونتاج ديما عند الادفرسير. الماتش اللي كانت فيه دوميناسيون توتال، مي تغير، النتيجة تغيرت.